لإشعة روح التسامح والسلام بغية التعايش السلمي في المجتمع البصري، أقيم تجمع عشائري في مضيف الشيخ بشير الخيون أمير قبيلة بني أسد بمحافظة البصرة لتوقيع وثيقة سلام تمنع الدكة العشائرية وجميع أشكال مظاهر العنف. وقد وجدت المبادرة ترحيبا وتأييدا من عموم عشائر المحافظة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. هدف إشاعة روح التسامح والسلام والتركيز على الدور العشائري النير في حل النزاعات والمشكلات المسلحة التي انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة، نظم الشيخ بشير الخيون أمير قبائل بني أسد في البصرة أمسية رمضانية لوضع وثيقة خاصة تستخدم كدستور عشائري لمنع أي مظاهر مسلحة والعمل على مساندة القانون ونشر السلام ونبذ الكراهية. الأمسية الرمضانية العشائرية في محافظة البصرة بحضور شيوخ عامين محافظة البصرة وشخصيات بني أسد والشخصيات العامة والسياسيين والشباب وشباب بني أسد وشباب البصرة كلها شباب العشائر للحث من الدقة العشائرية وإيجاد بديل للدقة العشائرية. قبيلة بني أسد القبيلة العريقة الأصيلة اللي يمتد جذورها إلى ما قبل الإسلام، فهذه القبيلة قبيلتنا بني أسد تمتد على مستوى الوطن العربي ولها حضور دائم في كل الميادين، حتى في العصور في يعني في معارك الإسلام فهي سباقة. وطبعا اكو يعني فقرة مهمة انه بني أسد قبل الإسلام ما عبدوا الأصنام، انهم موحدين. الآن بني أسد لها دور كبير في حل المنازعات العشائرية في أكثر شيء في مناطق جنوب العراق، خاصة في البصرة والعمارة وذيقار. الأمسية لاقت ترحيبا عشائريا لتنفيذ وثيقة السلام ووضع بعض القوانين الصارمة لمن يخالف أي فقرة داعية للسلم المجتمعي، مع استمرار التذكير بأهمية اتخاذ دور نشر السلام من قبل العشائر العراقية كافة. الأحداث هاي اللي قاعد تحدث بشمال البصرة ما تنحل حلول عسكرية أو حلول أمنية، نتأملها إن شاء الله تحل عن طريق الناس الخيرة الموجودة، هي أولى بحلها، لأن هالناس هاي هي اللي قاعد تحل مشاكل العشائر والناس موجودة خيرة. فإحنا ليش نحتاج إلى قوة ونحتاج إلى جهات أمنية ونحتاج إلى جهات كذا؟ بعدين هالسلاح هذا إحنا نتأمل من إخواننا العشائر يكون السلاح هذا محصور بيد الدولة. نحن بدورنا كمثقفين علينا أن نقوم بتوعية الشباب إلى توعية الشباب إلى التحلي بالأخلاق الحميدة. هكذا تجمعات عشائرية رمضانية نستطيع أن نخرج بخلاصة، وهي أن صوت السلاح يجب أن لا يتحكم بحياة الأبرياء، وعلى شيوخ عشائرنا أن يأخذوا دورهم لتغيير العادات السلبية إلى مسارها الصحيح كما هو دورهم على مر الأزمان. لقناة صلاح الدين الفضائية، محمد الأسدي، مدينة البصرة.